بات الحبت ترقى سلود واضيا والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تبوح ورودها ومرحبا ترحب ترقى سلود واضيا والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تبوح ورودها مرحبا ترحب ترقى سلود واضيا والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تبوح ورودها ومرحبا ترحب ترقى سلود عمل عينك انا لا يدرون فين تتلمح انتم الاولين بعد بسم الله فلاشات يا ولد قلنا نبغى نطلع فيه الفصول هيا خلاص استيك هيا يلا ادخل يلا يا ناصر بسم الله ناصر يا ولد شي حر ورم كيف ما تشتغل ما شفت بس من النار جنابي هاي كلكم تفرجوا انت بدون سوق بلاش تفرجوا محمد شغل المكيفات يا تمشي تعال تعال عشان اشوفكم يشري من السيوف تعال وقف مع شغله يا ضحى اصبر دقيقه معنا بنا محمد ولد ديت وراك بدها فلوس تعال علق تعالين نسي طويل تعال يا شباب صوروا بالجوالات تصوروا يصورنا ما في له وقت يصور صدق صوروا هو ما له وقت طيب هو خلاص اطلع يا سامي صور يا ابوي ما جد اطلع يا سامي صور اطلع خلاص طلع على لازم الا عشان عم جابوا خميس اما هذه ليش مش هذه تعال هنا عند ابو سعد نصور كلنا يلا تعال انا جنبي تقرب شوي فين اديرك من هنا اقرب شوي بس يلا شويه خالد تعال الله يكرمك ان شاء الله شويه هي تعال الدنيا سوالك دقيقة يا أخي يلا يا أخي
اللي بعده صديق. عجب. قم قم تعال ابغى تعال. يلا طلع طلع بصفتك مشهور خذ لك صور هذا استاذ عبد الله استاذ عبد الله الفايز الفايز استاذ عبد الله الفايز سجلينا بعدين مين عبد الله الفايز هذا قاعد
باقي في حضره يا عم عبد الرحيم؟ ما يرمي جاكم المطر امس؟ شرف
للأثار كبير على رؤيتنا ومعرف بايتنا الوالد الشيخ أحمد بن نعم له هذه الكلمة الترجمية فليتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نكرر الترحيب باسم أبنائي أبناء حمدان في المرض ونسأل الله الذي لا إله غيره من كان سبب الاجتماع هذا أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم بخير إنه على كل شيء قدير. مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكم يا العوالي ويا الشهران، مرحبا بكم الروف. الحقيقه احنا قدمنا لكم عزيمه وكنت بقدمها باسم الكبير كافه، ولكن الصدفه صدمت لله الحمد بشيخ قبائل من الكبير شيخ شمل حاضر عبادي، وكان مقاماتكم معه واعتذاركم وهذا احب والله مدنا لكم قبلتم شيخنا ولكن نحن نقدر الظروف. فحياكم الله تراحل السيف وحيا كل من حضر في هذا الحفل وفي هذه المناسبه الطيبه. والحقيقه يسعدني ويشرفني باسم عائله الحدث ان نعزم انسابنا، فنرجو منهم الموافقه ان يكلمونا بالموافقه على العزيمه. انبغوا غدا وانبغوا عشاء وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يبارك العريسين وأن يجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذرية الصالحة. بالنسبة للأخ عبد الله حمدان وإخوانه وقفوا وكفوا، والله يكثر خيرهم وخير الجميع، وإحنا وياكم شيء واحد، عزيمتكم مقبورة ومقبورة، والله يكثر خيركم ويديم علينا وعليكم الأفراح إنه على ما يشاء قدير، ودامت أفراحكم وأفراح الجميع، وصلى الله على محمد. الله يحييكم مرحبا هيك. يا مرحبا وهديت بأهل المواجيد عند الثور وإعداد ضرب السحابة، الله يحييكم على العز والدين يلي لكم يوم الملاقى مهابة. الآن قصيدة شعرية للشاعر سعيد بن يسر بن فرزة فليتوفى. الله يمسيكم بالخير المعين ويحيي الضيفات. من جنبكم هم هيندلي وقلي لا بيلي قوس نعم
مشاركة مع الشيخ عثمان بن محمد المغيثي بن أدب. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سعادة الشيخ أحمد بن ريعان معلم قرية الحجر، سعادة الشيخ علي بن مرضي معلم قرية العبادل، أيها الشيوخ والأعيان، أيها الحضر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من دواعي الفرح والسرور حضور هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وخاصة أنها تخص الأخ والأستاذ الشيخ عبد الله بن حمدان بن مطلي. هذا الرجل الذي عرفنا عنه صفات نبيلة وأخلاق كريمة وليس غريبة، فهو الشيخ حمدان بن مطلي وجد سحاب بن مطلي أعلام من أعلام غامض وقبيلة بن كبير خاصة، وكلنا لا نجهل الكلام هذا. الأمر الذي أود التنبيه إليه وهو أيها الأحبة يجب أن ننبه لهذا الأمر في مناسباتنا وحفلاتنا، أننا نقيم هذه الحفلات والمناسبات والأمسيات الشعرية والفلكلورات الشعبية ونحن في أمن وأمان مطمئنين أينما كنا في هذا البلد الكريم. وبلادنا أيها الأحبة تخوض حروب على حدودها وتحافظ على أمنها بالداخل، وهذه نعمة كبيرة تستحق منا الثناء والشكر لله عز وجل والدعاء لهذا البلد الكريم وولاة أمره، وأن يديم علينا هذه النعم، وأن يحفظ لنا أمننا وأماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثيرا من بلاد العالم تعيش في مجاعات ومخاوف وحروب طاحنة بين تشريد وآلام ومتاعب، ونحن ولله الحمد والشكر نعيش هذه النعم التي لم يعيشها آباؤنا وأجدادنا. هذا للتنبيه، وإن كان المقام فرح وليس موطن خطابه مع ذلك. قصيدة شعرية أستاذ الحضور فيها ولا يفوتني التلحين عوالينا جميلة شفاق أهل المواجيب وأهل الكرم وأهل العلوم الغامض.
تلقيت دعوة أنا وزايد وإخواني، دعوة كريمة من الشيخ عبد الله بن ناجي الغامدي والشيخ عبد الله بن حمدان بن مرضي. ونحمد الله سبحانه وتعالى إن سنحت لنا الفرصة وسمحت لنا الظروف بأن نلتقي بهذه الوجهة النيرة الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم مثل ما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض على سطر متقابلين. قولوا آمين. كما لا ننسى أن ندعو لقائد مسيرتنا وولي عهده بالتوفيق والسداد، وندعي لجنودنا المرابطين على الحدود وفي الداخل أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشاركة أبيات شعرية. سلام يا والعالي يا من دله ما
أنا أعتبر تاج على رأسي وسمع على سلمه والرد جفر. وأنا باسمكم جميعا أهديه بالشهر اللي أهدى عليه وأسأله في وجه الله ما يرضي. ضيوفنا الكرام، قصيدة شعرية للشاعر نواف بن مشعل الزهيري بلد الرب. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. الله يوفقكم للمحمدان ويوفقكم للياسين. أنا والله ما علمت عن الأمسيه إلا متأخر، لكن حصل تكسير فاعذروني. أقول بسم الله الرحمن وابدأ ما نقول، ما ابدأ المثايل والجزال ابدأ بها، ما لي عذور فيما كفر وسلس حول، طلق بأهلي حاسبين إحسابها من ضبعي السران وافين الفعول، على الجزور واللي يجيب الوافية يرقابها، سلام في حلة كبيرين العقول، أهل الندايع والمديح أولادها، عند القوف وعند همال الذعور تصدقت وعودها وصادها في محفل الشيخان ذري الذعور للضيف والعالم وسكت بابها ما عندها لا مرحبا وحبوب قبور ودلال كيف داير سبابها محفل ولد حمدان فالناظر يهول يبقى صداها اللي تسنه بحسابها هذا يدل على وجوده والاصول واسهل ما تدرك حدود اصحابها تراك شيخ ينعرف بعد القول تراك شيخ ينعرف بعد القول مدت مد ملوك لا من جابها فامدح صليب الراس جعله ما يزول ما تسحب العليا على كسابها ابن سويع شيخ قمراع الفعول شيخ الشوخ وبزعته لقابها محسوب في غامض وفعله ما يزول يوم النشامه تفتخر بانسابها فالمرجله مكتوب ممنوع الدخول للعزومة مفترة أعصابها ولا بني قابوس لا قارت تطول مثل الدياب اللي تحب دنيابها وختامها صلوا على وجه الرسول شعر الجزر تكملوا الله يحييكم جميعا مرحبا ومسهلا أسألكم جميعا بيني وبيني بعتك الشراك محبة وغلاء وأساسها أبو خالد عاني وغالب تعرفت عن الشام هذا اللي معتي كله والنايب بن شعمود الله يمسيه بالخير ويشافيه ويعافيه فمعي رمز هدايا بسيطة أبا والله عبد الله بن نايش وعبد الله بن نايش ليش شايفون وأحرجوني قلت أنا سبتكم يا بن نايش عواني كلكم وغالب قالوا له شاركوني فيها كلها وزودوا البرود منهم على العشر بيض الله وجيههم وجيههم عندي بشت البشت الأول الشيخ بن شعمود أسأل الله أن يشفيه ويعافيه والبشت الثاني لك يا عم سعيد مرحبا هيك والبشت الثالث لخوك فايز مرحبا هيك والبشت الرابع للشيخ ناصر الله يحييك اما انت يا ابو سعيد فبيني وبينك محبه زوج واخوه وغلا وهدول بعطاني هديه وانا والله استقبلت اني اخذها لنفسي وحطيتها لك محبه وغلا عباره عن سيف وبشت وطيب وخنجر وتستاهل الله يوسف يتفضل معي الشيخ في الدنيا يسلمهم من هيك يا الله جيد بن نايش اليوم الله أخرجوني في المادة وفي كل حاجة مشاركين مو فيه الكاميرا هناك يا ابو سعد الكاميرا
السلام صلى الله عليه وسلم ويعافيه أي وما نوقفكم كلكم فوقكم مساعدة مساعدة كذا السلام السلام هذا كاميرا كاميرا تفضل يا شيخنا ابو سعيد الله يحييك والله انت تستاهل تكسز يا ابو جديد هذا المدير تستاهل ابو سعيد ابو سعيد تستاهل 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 الله يكثر خير يقول الشاعر عزي من يخطبه من نسابه يمنع ودي بختافي نسابه وارفع لكم عقابي اجلالا والله الذي لا اله الا هو يا غامض انكم اكثر من يمثل النسب وعز النسيب هديه مطلوبه اسمحوا لنا في هذه اللحظات ان نقدم لكم اهداء خاص لقائد مسيرتنا في هذه الليله مع اسم الشيخ عبد الله فاسمحوا لنا ان نهديه هذه الشيله والله يحييكم جميعا
أن يشفي العم علي بن سالم بن نسأل الله أن يشفيه ويقيمه بالسلامة ويرد أبو سالم فخرة غامد وبني كبير مرحبا هي الله يسكر أهلا مبروك والله يطلع يا مرحبا يا مرحبا
الله حيهم الله حياكم الله يا مرحبا الله حيهم سامح لي كل سنة ما تقول طيب الدبيس اشتغل
حياكم الله. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. ارحبوا ارحبوا يلا حيوا مرحبا بالسلام. مرحبا بكم مشيتوا عليهم حياكم الله. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. يلا حيوا مرحبا بالسلام حياكم الله. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء فأسأل الله في هذا العصر الفضيل أن يحفظ دولتنا ويحفظ وطننا، أنه على كل شيء قدير. لدعوة وحمدان جينا مباركين ومشاركين لحضرة الجميع، معنا عطاء من المال والعطاء من الله سبحانه من عند الله ربع الماجودين، إن كان له كثير بتستاهل وإن كان قليل بتعذرونا، ووفيها المحبة والتقدير، ومعنا من بني كبير اللي شاركونا معنا. آية سمعت، وصلى الله على محمد والسلام. صلي على محمد. الله يحييكم مرحبا هيك. الله يحييكم وسعد. اللهم صلي على محمد. مرحبا هيل عد السيل. الله يحييكم، أنتم ربعنا وأنتم تاجنا عروسنا وأنتم رفاقتنا
ولا يشيل لسان الا بيطير الطير الا بجنحانه. فحياكم الله التراحيب السيل، الامر واحد وكلنا واحد، والله يحييكم. الله يحييكم، مرحبا هيل، دعوتكم واجب علينا وحضوركم هنا تشريف، والله يحييكم. مرحبا هيل عد السيل، آل علي وآل مشحن والحنونة، مرحبا هيل عد السيل، حي الله الجميع. يا لا 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 والحدب هم حزامي عند عسر ويسرى روسنا شامخه بالطيب والدندنه. هذا مرحبا ابو احمد الشاعر علي من خلال الدوقي، مرحبا مرحبا الله يحييك. مرحبا مرحبا يا كل ضيف وصل، مرحبا مرحبا يا كل ضيف وصل، عند قوم تجمل فلقة والوجود، العلي هم رجال الجود والمكرمات، وابو حمدان جملنا على كل حال، في يمينه كرم حاتم وجه الفازياد، والحدب هم حزامي عند عسر ويسرى روسنا شامخه بالطيب والدندنه. ارحبوا ارحبوا يلا حيهم، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا يلا حيهم. حياكم الله، مرحبا ومسهلا يلا حيهم. الله يحييكم. مرحبا مرحبا يا كل ضيف وصل، عند قوم تجمل فلقة والوجود، العلي هم رجال الجود والمكرمات، وابو حمدان جملنا على كل حال، عبد الله محمد غراني الله يحييك، في يمينه كرم حاتم وجه الفاذيات، مرحبا ومسهلا، والحدب هم حزامي عند عسر ويسرى روسنا شامخه بالطيب والدندنه. Thank you.
صالح مرحبا هيل. مرحبا مرحبا ابو صالح مرحبا هيل. الشاعر سعيد بن مسفر بن فرزة والشاعر نواف بن مشعل الزهيري ارحب وارحب يا شعار مرحبا هيل. مرحبا مرحبا يلا حيهم يلا حيهم ارحبوا ارحبوا الله يحييكم. مرحبا مرحبا الشاعر سعيد بن مسفر والشاعر نواف بن مشعل الزهيري. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع. يا لا 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 يا لا 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 يا بني قابو سجيناكم محبة واجب المطلق على رفاقته. الله يحييكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بسم الله مبدل مجاي والعلوم. يا سلام الله على الضلع المنيف ما حضرنا الا محبه واحترام. يا بني قابو سجيناكم محبه واجب المطلق على رفاقته. عاش ابو شداد عاش. يا لا 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 من وصل مكة يطوف باحترام. مرحبا وعداد زرع والمحبة والكفو ما يجعل المرفاقته. احنا وانتو بالوفا في منع لوم. وانت يا عبد الله معتبر منيف. الله يحييكم. الله يبزيك. من وصل مكة يطوب باحترام. مرحبا الزرع مرحبا اعداد زرع والمحبة والكفو فيكم الكفو ما يجعل المرفاقته. ارحب ارحب. مرحبا هيل الله يحييك. بنزل
لا 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 ارحب ارحب يلا حيه مرحبا لا 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 مرحبا لا لا حياك الله يا شاعرنا ارحب ارحب الحد براب على الوفي نروس على علي الله يحييك ونرفع السيوف الشعبية الصايرمية السيوف الذي تمنتنا صيبة مرحبا هيل عد السيل باسم ابو حمدان بالضيفان شعار او غير شعار بسم الله الصلاة على النبي يا الرسول سلامي سلام يا اهل الموجبات الحد براب على الوفي نروس على علي تسلمون تسلمون الحد براب على الوفي نروس على علي المرضى السيوف الشعبية الصايرمية السيوف الذي تمنتنا صايبة عليكم زود تسلم تسلم الله يحييكم تسلم يا شاعر تسلم مرحبا هيل الله يحييكم الله يحييكم فريق عطاء مرحبا هيل يا زين يا زين يا زين يا زين ارحبوا ارحبوا فريق عطاء التطوعي بني كبير مرحبا هيل الله يحييكم الله يحييكم ترحب السيل مرحبا هيل السلام عليكم مرحبا هيل عد السيل كيف حالكم الربع طيبين كلكم خير قدموني ربعي ولاني اطلق منهم ما عليكم زود ما اطلق ما اطلق يا ابو حمدان مرحبا الرجال هذا اللي تشوفهم وراي هذا الرجال جوك على راسي مهنين ومباركين ومشاركين وواقفين معك وقفه الرجال الله يحييهم انت رجال لك فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى مرحبا هيل ولك وقفه في الفريق التطوعي لقبيل بني كبير ولشيخك وانت ابيض وجه وانت راعي جمايل وراعي وقفه في كل وقت معنا طال عمرك هديه بسيطه من الشباب ومعنا عطاء انه قليل في جمال الوفاء والاخوه والمحبه وانه كثير فانت تستاهل يا ابو حمدان كل خير وكل علم وغالي وسلامتكم الله يحييكم مرحبا هيل الله يحييكم يا ابو فهد انت واخوياك مرحبا هيل الله يحييكم تراحيب السيل عند معازيبكم وعند قريه الحدب رفاقتكم وربعكم مرحبا هيل عد السيل والله يحييكم بمجد وكل شباب بني كبير حياكم الله لا 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 بسم الله الصلاة على النبي يا الرسول يا سلامي سلام يا أهل الموجبات يا سلامي سلام يا أهل الموجبات والهدى براب على الوفي نروس على علي المرضى السيوف الشعبية الصايرمية السيوف الذي تمنتنا صايبة الله يحييكم حياكم الله تفضل عشان المدخل من هنا الله لا يحييكم يحييكم مرحبا هيل مرحبا هيل الاول مرحبا هيل الله يحييك
العام، الشاعر سعيد بن مسعود بن فلسه، والشاعر النواف بن مشعل الزهيري، والشاعر سامي بن مسافر، مرحبا هيل. يا لا 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 يا لا 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 ارحب ارحب يا ابو هيثم، مرحبا هيل. ما تغيب عن الموقف لجانا رسول، كل الرجال له واجب وله موجبات، جعل حظ السنة في المواقف علي، قدم ريالك المضمون ويصير مية عند قوم أن تجمل من يناصيبا. طيب طيب السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ كيف يا شاعر؟ عساكم على القوة. لا 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 ما في الدنيا كما هايبة القبوسي، شرفه ربي وشرف قبائله. يا سلام يا قبايل بني قبوس، يا رجاجيل الوفا يا عزاز الروس، ما في الدنيا كما هايبة القبوس، شرف ربي وشرف قبايله. يا سلام يا قبايل بني قبوس، الله يحييكم، يا رجاجيل الوفا يا عزاز الروس، بن عثمان، ما في الدنيا كما هايبة القبوس، شرفه ربي وشرف قبايله. صحيك ابو وسام، مرحبا. لا 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 ل
لا من بدا قبوسي في صدور العلم ولا قبايله. مرحبا بالعبد لي والبني قبوس، الله يحييكم جميعا. شعري روس الحكم والمثاي الروس، ما له من الامام بدا قبوسي في صدور العلم ولا قبايله. واصل يا زين، واصل واصل يا جي، واصل واصل. مرحبوا، يلا حيهم يلا حيهم، مرحبوا يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. مرحبا هيل عند السيل، يلا حيهم. مرحبا هيل، مرحبوا يا سفيان العبادة، مرحبوا يا وجيه العوادي، مرحبا مرحبا مرحبوا يا وجيه العوادي، مرحبا مرحبا يلا حيهم. مرحبوا مرحبوا يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم، ارحبوا يا وجيه العواني، مرحبا مرحبا. اطلعوا 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 شباب، اطلعوا اطلعوا، شوف شوف شوف، ارحبوا ارحبوا يلا حيهم يلا حيهم، ارحبوا مرحبا هيل، ارحبوا يلا حيهم، مرحبا هيل عند السيل يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. يلا حيهم، مرحبا هايل عند السيل يلا حيهم. ارحبوا يلا حيهم، ارحبوا يلا حيهم. مرحبا هيل، هذا ترى افضح ذا. ارحبوا ارحبوا يلا حيهم، حي الله العماني، ارحبوا العباد، مرحبا هيل، الله يحييكم، مرحبا مرحبا الله يحييكم. ارحبوا ارحبوا، مرحبا هيل، حي الله العباد، حي الله رؤوس العماني، مرحبا مرحبا الله يحييكم الله يحييكم. ارحبوا يا ضيفان، ارحبوا يلا حيهم يلا حيهم، ارحبوا ارحبوا. الله
يحييكم يا سبيان العباد. مرحبا مرحبا. الله يحييكم ترحيب المطر. سلام يا ضيف العلي، انتم هل القالات والراي السديد. سلام يا ضيف العلي، انتم هل القالات والراي السديد. الله يحييكم. مرحبا هين. يلا في الحظ العلي والسعد والعلم الرشيد. مرحبا مرحبا. الله يحييك. يا الحظ العلي والسعد والعلم الرشيد. يلا 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 يلا. بيض الله وجهك يا عم صالح، بيض الله وجهك. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. الله يحييكم. مرحبا هيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة، وأن يوفق الجنود المرابطين على الحدود أنه على ذلك قدير، وأن يديم علينا وعليكم الأفراح. أراد الله سبحانه وتعالى بالنسب بين الأستاذ عبد الله حمدان وعم عثمان بن صالح. نعم الله يحييك. بين الوصول إلى طرفكم مهنئين ومباركين، سائلين الله أن يجمع بينهم في خير. الله يحييك. وأن يرزقهم الذرية الصالحة، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد. نحمد الله الذي لا إله غير أن تم علينا هذه النعم، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ هذا البلد من كل سوء. أنتم ربعنا وعوانينا، ويا مرحبا والله ملايين، حياكم الله التراحيب السيل. النسب هذا رادبه رب العالمين، وانتم عواني من قبل، وحنا حسنجدد العلوة. والله يحييكم يا ربعنا، انتم تاجر على الراس العباد الونعم، هم الربع بني كبير كلهم، وهم رمزة بني كبير، وحياكم الله. هذا ما رد في علمكم وسلامتكم. الله يحييكم. لا 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 لا. يا مرحبا في موقف أهل الكرم والقالة، بس ما بني قبوس حضران وبادية. حمدان رحب بكل ضيف. الله يحييهم جميع. الله يبقيكم. عبد الله بن حمدان رحب بكل ضيف، واحنا انا واحنا من رحم معه، احنا نرحب معه يا ناس بالغموم، واحنا نرحب معه واحنا نرحب معه وافعين بالغموم. موقف موقفنا ولازم لازمي، يا مرحبا في موقف أهل الكرم والقالة، بس ما بني قبوس حضران وبادية.
العاني يا العبادة لا لا لمداح أنت العاني يا العبادة لا لا لمداح ومرحبا ترحيب تم على ميزان عبد الله بن حمدان رحب بكل ضيف واحنا معانا اثل الترحيب للعموم موقف موقفنا ولازم لازمي يا مرحبا في موقف على الكرم والقالة بس ما بني قابوس حضران وبادية انسابنا دع العباد لا لا لمداح يا مرحبا ترحيب تم على ميزان عبد الله بن حمدان رحب بكل ضيف واحنا معانا اثل الترحيب للعموم موقف موقفنا ولازم لازمي يا مرحبا في موقف على الكرم والقالة بس ما بني قابوس حضران وبادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله وصلوا على النبي. خير ما أبدأ في هذا المكان المبارك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أسأل الله أن يبارك لك يا أبو حمدان وأن يرزقكم بالولف وأن يبني بيتك. أخوك سعيد بن علي بن شنتح أنوب عن بوي وعن عماني جتنا الدعوة وجيتك مشارك ومبارك أنا ولدي معي هدية والهدية على شفك. الله يحييكم. الله يرفع قدرك ويسر أمرك ويرزق بالذرية الصالحة. الله يحييك مرحبا هيل أنت وأهلك مرحبا مرحبا الله يحييكم أقول الله يحييكم. يا لا 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 يا لا 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 يستاهل العلم المجمل وانا بمدح علمك يجمل في المواقف وعالميزان يا بادع الحكمة على حكمتك نظيف انا على الدرب المجمل ملازمي اللي يجملنا بيلقالنا والقالة شمس الحقيقة في المشاري في بادية
العافية يا سامي، بيض الله وجهك أبو حمدان. شعار مرحبا هيل، الشاعر ماجد بن غلاز المالكي، والشاعر عبد الكريم بن خومان. مرحبا مرحبا، ارحب وارحب الله يحييكم. مرحبا مرحبا، الشاعر عبد الكريم بن خومان والشاعر ماجد بن غلاز المالكي. مرحبا هيل، انتم واللي قبلكم. مرحبا هيل. الاستاذ عطيه العويفي الزهراني. مرحبا هيل ابو رامي، تفضل الله يحييك. مرحبا مرحبا. قلتوا انهم يتواصلون يا ابونا، احنا ما نيتينا الاول ترى. اشبكوا الصف ربعنا ذول، يشبكوا الصف شوي بال. واصلوا واصلوا الصف يا، اشبكوا الصف. ايوه ايوه. السلام عليكم ورحمه الله. لا 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 لا. مرحبا واهلين يا رجال العوايد والسلوم، عند عبد الله ولد حمدان بن نعم الرجال، ان صيته ضيف تبشر بالحميه والكرامه والعلوم اللي تجمل دائما يبدا بها. مرحبا 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 هيل، فهد بن عيسى من البحرين، جاي من البحرين. مرحبا هيل، الله يحييك ابو عبد الله. طيب شلوا الصوت يا رب، شلوا الصوت. الحمد لله على السلامه، الله يحييك. دندنوا معنا، دندنوا معنا. حياك الله. لا 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 لا. الله يحييك. مرحبا هيل. مرحبا واهلين يا رجال العوايد والسلوم، عند عبد الله ولد حمدان من نعم الرجال، ان صيته ضيف تبشر بالحميه والكرامه والعلوم اللي تجمل دائما يبدا بها. لا 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 لا. يا ولد حمدان اجعلك من هل الفتنة سلوم. الحالة في جالة والمردة والمرجال، الكريم اللي عظيم الشان قد زاده كرامة، ومواقفه تسر الشوف والمبدابة. Thank you.
مرحبا اهلا بشهرنا العريض عند غامض الفحول دندنا بسم
اسمه غامد مرحبا في مرحبا وانتو يا شهران من عز الضيوف وانتو يا شهران من عز الضيوف مرحبا اهلا بشهران العريضة انت غامد الفعول ودندنة يا لا 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 بالكرامة والصدور المرحبا أبدع الحكمة وضيفها ضيوف ماني من الليلة عروة عريضة لا حصل في الجو حن ودندنة قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده العلم خير وصلاة على النبي ابن حمدان وصلنا داعيكم ولا جانا عذر في الحضور والمشاركة حضرنا الدعوة شخصية وخاصة ولا كان جاء قيف إن أولا عندك وأخرى في بالجرشي صليتوا على النبي حضرنا يمن تشوف شايبنا معنا ولد نايبنا معنا نايبنا يعتذرك لظروفه الصحية وعندك خبرها حضرنا مشاركين ومباركين ومعنا عطاء مباركين فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير ومشاركينكم الأفراح فنقول دامت دياركم عامرة بالأفراح ومعنا عطاء والعطاء من الله لا هو بجهدنا ولا هو بقدرك عندنا يا غامدي أنه قليل كثير فتستاهله وأنه قليل فتكمله المحبة هذا في علومنا وسلامتكم باقي علومنا في قصيدتنا يا لا 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 طلبت الله ما نبدي غيرها في ذا المقام بعدها على رسول الله صلاة والسلام السلام ورحمة الله وبركاته للعموم استمع يا حاضر عند الشان وخذ مني العلوم حنا من شهرانا هل بشهو جينا مشاركين الله يبقيكم حنا من شهرانا هل بشهو جينا مشاركين من دعانا في لزومه يبشر وانا حاضرين وانت يا عبد الله غالي ما اقدر اوصف غلاك وصلنا داعيك يا شيخ عزير في عم مستواه ابن حمدان الوفي يا رب طول في بقاه الله يسعد لي صباحه والله يسعد لي مساه انت يا عبد الله غالي ما اقدر اوصف غلاك والله ان الحال وان المال يا اخونا فداك اسمع اسمع انت ما اسمع اسمع ما نعدك الا من روس شهران اسمع اسمع ما نعدك الا من روس شهران دون قصر في قبايل غامد وشيخانها ومثل ما قد قيل في الامثال من ماضي وحاضر انت يا اني عوانينا علينا علينا انت يا اني عوانينا علينا علينا Thank you.
استمع يا حاضر الذشان خذ مني العلم حنا من شهرنا هل بشه وجينا مشاركين من دعانا في لزومه يبشر وانا حاضرين وصلنا داعيك يا رجل الرفيع مستواه ابن حمدان الوفي يا رب طول في بقاه الله يسعد لي صباحه والله يسعد لي مساه انت يا عبد الله غالي ما اقدر اوصف غلاك والله ان الحال وان المال يا اخونا فداك اسمع اسمع ما نعدك الا من روس شهران دون قاصر في قبايل غامد وشيخانا ومثل ما قد قيل في الامثال من ماضي وحاضر انت يا عاني عواننا نعاني مرحبا مرحبا حياكم الله ارحبوا ارحبوا يلا حيهم يلا حيهم مرحبا هيل مرحبا هيل حياكم الله عبد الله بجري وليك ومن معه مرحبا هيل يلا حيهم يلا حيهم ارحبوا يا رجال ارحبوا يلا حيهم يلا حيهم ارحبوا يا ضيفان ارحبوا ارحب ابو عدنان ارحب ابو خالد من معكم مرحبا هيل الله يحييك يا عبد الله هذا عطانا واعذرنا على قله الله يطول اجرك يا لا 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 يا الله يا ربي تجمعنا لاجل المحاضر والبشر من طيب عبد الله لفت لعانية اذكروا الله يا نشامى وصلوا على النبي يا سلامي باسم شهرانه واسمي والحضور يا سلام الغامد يا سلام الله الغامد وغامد روس قوم واثني التسليم الانساب انا ابني كبير يا رجال في الجهل ما تهاب الموت الاحمر يوم ضرب البندق يهوى ضرب سيوفا ¶¶
الله يا نشامى وصلوا على النبي. يا سلامي باسم شهران واسمي والحضور، يا سلام الله لا غامد وغامد رمس قوم، واثني التسليم الانسى بناه ابني كبير. يا رجال في الجهل ما تهاب الموت الاحمر، يوم ضرب بندقيه وضرب سيوفها. بنختصر الرد. لا 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 لا، والقبايل ثقلها مثل موج البحر الاحمر. يا الله اكبر. والقبايل ثقلها مثل موج البحر الاحمر، كل شجره مستظله بظل سيوفها. بس يزيد 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا العواني يا شهران، مرحبا بكم باسم شيخ قبائل بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد، مرحبا باسم بني كبير كافة، مرحبا باسم أهل الحدب خاصة عوانيكم. الله يحييكم ترحيب السيد، ومرحبا بكل من حضر الحفل هذا، حفل عبد الله بن حمدان وهو أهالي قرية الحدب. والله يحييكم ترحيب السيد، ونبغاكم تفضلون. الله يحييكم تفضلوا. لا 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 لا، من غامد العيلة ترحيب بضيفان، من غامد العيلة ترحيب بضيفان، يا مرحبا ترحيب تنعدنا وسيل، انت يا شهران العريض اهل الامدح، اللي يعرفكم قال يا ليتني شراني، ما بعدنا اللي يعرفكم قال يا ليتني شراني، من داعي الرمزين ولا المنبه. وانتو يا شهران العريض اهل الامدح، اللي يعرفكم قال يا ليتني شهراني، من داعي الرمزين ولا المنبه. Thank you.
يا ابو حمدان يا زيف يا زيف اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا ابو حمدان ويا الشيخ احمد بن ريعان علومنا اعفاكم وصلاه على النبي اعلام الديره والسيره حالها من عندنا الى عندكم واحد لا تخلات ولا مخلات من الله من اليوم نبيتنا يا ابو حمدان وانت شيخ من شيخ من شيوخنا وراس من رؤوسنا وتاجني نومسنا بين صبيان بني قابوس وبين غامد وما جو صبيان غامد الحضور صبيان شهراني اللي حضروا وان الله يحييهم ترحيب السيل احسان ما مشوا عليه من بيشه الى الباحه عواني وغواني وعلومهم دائم والله فعل الجميل ما هو بغريب عليهم لا في الموقف ذا ولا في غيره وتاجر على الراس وارفع عقالي لهم تقدير لهم بين صبيان غامد وعلوم الجمايل يا ابو حمدان جيناك ولا اياك باس الله يحييكم بقيمه اثنين من الجمال الله يحييكم مرحبا هيل ان قليل في وفايتها العذر وان كثير فانت والله ان واجبك ان عندك كبر الجبال لا انت ولا الشيخ احمد بن ريعان ولا ربعك كلهم وسم يا طويل العمر اسمع صلى على الرسول والف ريال من عند عاتقه من سعد الحصنه ويبلغك السلام والعذر وسلامتك يا طويل العمر وعفاكم جميعا الله يحييكم جميعا مرحبا هيل يا وجيه العواني مرحبا صلى على النبي كفوا الربع اللي قدامنا وبيض الله وجيههم معنا مشاركة يا ابو حمدان من عند الربع اللي شفت يومي قبل شوي معهم سعد بن شبنان وعبد الله مصالح يتذلول شغلهم ان واجد تستاهله وقليله في وفي الغلة اللي بيننا سلامتكم سلامتك والله يحييكم يا ابو هدان الله يحييكم جميعا مرحبا هين ابو هدان سولكم والله يعني والله العظيم يا اقول ارحب يا ابو والله يسلمك الله يحييكم الله يحييكم جميعا مرحبا هين الله يحييكم شهران والعواني مرحبا هين كلكم مرحبا مرحبا والزملاء المدرسين الجو الاستاذ عبد الله حيان والاستاذ عبد الله ظهران والاستاذ احمد سعيد والاستاذ احمد بن حامد مرحبا هيل كل من حضر مرحبا مرحبا وقزير ارحب ارحب يا عباد يا ابو سعيد مرحبا هيل مرحبا هيل مرحبا هيل السلام عليكم مساكم الله بالخير يا لا 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 لا
مرحبا في موقف صيته تودى للنجوم، بكرها الاخبار تنشر والجرايد والمجال، بكرها الاخبار تعلن والجرايد والمجال، في رضاكم جينا من صوب السراه ومن تهامه، يا بني قابوس قيف المرجله واصحابه. مرحبا في موقف صيته تودى للنجوم، بكره الاخبار تعلن والجرايد والمجال، في رضاكم جينا من صوب السراه ومن تهامه، يا بني قابوس قيف المرجله واصحابه. سطنا رضوا عليك النجوم، دلني للخير والتوفيق لجلي مجال، حفلة بن حمدان ما فيها اختلاف ولا تهامة، حفلة من مر يسمع زيرها اصحابها. قدام ما تعطي العلوم، في مواقف النشامى في مواقف الرجال، مرحبا ترحيبة والحمد لله على السلامة، يا رجال في المواقف الشتى المشنابة. قدام ما تعطي العلوم، في مواقف النجامة في مواقف الرجال، مرحبا ترحيبة والحمد لله على السلامة، يا رجال في المواقف. ما
مرحبات رهيب التن والحمد لله على السلامة يا رياجي في الموقف تلف شعبه الشامة والبيارق والعلوم البحر في جالته يا للوفا والبرجال جاك ابو زيد الهلالي وانتبه لي يا سلامة كلمة تنجز له مع الوافي ولا يشنا بها لا لا يا لا 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 يا لا 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 ادري انك يا ولد حمدان للعليا هموم من طلاقه راسك الليله نحرت للجمال واحمد بن ريعان شيخ ممتلي راسه شهامه النواف على الجميله ما يروح الا بها ادري انك يا ولد حمدان للعليا هموم من طلاقه راسك الليله نحرت للجمال واحمد بن ريعان شيخ ممتلي راسه شهامه النواف على الجميله ما يروح الا بها يا ولد حمدان للعليا هموم من طلاقه راسك الليله نحرت للجمال واحمد بن ريعان شيخ وممتلي راسه شهامه النواف على الجميله ما يروح الا بها
ربعنا غامد في الموقف يجلون الهموم ان حضرنا ما نزيد في الجمال الا جمال الجاهل يحسب ان الصقر جاء من عالشهامة وسعى في حاجة بين العرب ما جابها والمزارع ما تميز نخلها وعنبها المعرفة في كل حال والتنارع الغرام اليوم يبقى في غرامة والمزارع ما تميز نخلها وعنبها العدود الراهية لك والرشا فوق المحل ما نبي نعطي على اللي ينطح القلب غرامه البوازل من حدود الضرب شلعنا بها جاتني بعض الرسائل غير ما فيها رقوم يا سعيد الشمس تشرق غير تاليها الزوال موقف الاجواد نوره ساطع نشوف الظلام لا تقرب للنمور انسطرت مخلابها Thank you.
جاتني بعض الرسايل غير ما فيها رقوم. يا سعيد الشمس تشرق غير تاليها الزوال، موقف الابطال نوره ساطع جوف الظلام. لا تقرب للنمور سطرت مخلابا. العوايد والمذاهب ما حفظها غير قوم، والحياة الفانية ما تمضي إلا للزوال. يلا تحميني من أصحاب الخطأ وأهل الظلام، هو اللي عنده فكرة دون العلوم أخلابها. أنت يا عبد الكريم اليوم رجال فهم، والله ما ودي نظلك في موارد الضلال، والله ما ودي نظلك في موارد الضلال. ما نبي يوم عليكم يشبه اليوم القيامة، وانت مثل اللي بيرمي شارة مصابة.